أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج PowerPoint. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مقدمة حول الحركات، وإن شاء الله في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم جدا، ألا وهو طرق تشغيل الحركة. لو أجينا من قائمة إدراج وأضفنا شكل مربع، وهذا الشكل مثلا كان بهذا اللون الأصفر، وطبعا أضفنا حركة دخول ولتكن مثلا هذه الحركة اللي هي دولاب. لو أجينا عرضنا هذه الشريحة من هذا الخيار مثل ما نوهنا في المحاضرة السابقة، لاحظ أنه الشكل مختفي. طيب ليش مختفي؟ مختفي لأن بحركة، وهذه الحركة هي حركة دخول، وحركة الدخول لا تبدأ إلا مع ظهور الشكل. فحتى نبدأ ظهور الحركة راح نضغط كليك بالماوس، لاحظ انه الشكل راح يظهر بشكل مباشر. طيب نجي نحدد الشكل، ومن قائمة حركات في الأعلى عندنا هنا الموضوع اللي هو بدأ. طبعا بدأ إذا أجي هنا راح ألقى عند النقر، أي عندما أنقر بالماوس على الشاشة راح تظهر الحركة. إذا أجي أنقر على هذا السهم راح أشاهد مجموعة أوامر. أول أمر اللي هو عند النقر، 2 مع السابق، 3 بعد السابق. طيب لابد نتعلم هذه المفاهيم حتى نقدر نصنع حركات احترافية. طيب عند النقر مثل ما شاهدنا، أي عند النقر يأما بالماوس يأما بالكيبورد يأما بواسطة جهاز العرض بوينتر. راح نضيف شكل آخر، هذا الشكل، وهذا الشكل راح نعطيه لون أخضر مثلا. طيب هذا الشكل راح نعطيه حركة وليكن مثلا أشرطة. عندنا الحركة الأولى اللي هي عند النقر، الحركة الثانية راح نغيرها نخليها بعد السابق حتى نشوف شنو الفرق بين هذا النوعين. راح نعرض الشريحة، نشاهد انه الشريحة فارغة، لابد انه ننقر حتى تظهر الحركة الاولى اللي هي عند النقر، ومباشرة راح تظهر الحركة الثانية. طيب الحركة الاولى هي عند النقر، اي انها تظهر عندما ننقر بالماوس. اما الحركة الثانية اللي هي بعد السابق، اي انها تظهر بعد اي وجود حركة سابقة، يعني عندما صارت هذه الحركة، هذه الحركة راح تظهر بشكل مباشر. راح نضيف شكل، هذا الشكل وليكن بهذه الطريقة ولون الأحمر، وراح نضيف له حركة، وهذه الحركة راح تكون مثلا تكبير تصغير، وراح نغير إلى مع السابق. طيب إذا لاحظ هنا راح نجي نعرض الشرائح، نشاهد أنه أول جزء اللي هو كان عند النقر ننقر، بعدها مباشرة راح تظهر الحركتين معا. طيب هذا الجزء أو هذا الشكل نوعه بعد السابق، أي أنه يظهر بعد هذا الحركة أو بعد الحركة السابقة. أما هذا الجزء أو هذا الشكل نوع الحركة مع السابق، أي أنه مع أي حركة سابقة راح تظهر بشكل مباشر. باختصار النوع الأول هو عند النقر، أي أنه تظهر الحركة. النوع الثاني تظهر الحركة بعد ما تكون أكو حركة سابقة. النوع الثالث تظهر الحركة مع الحركة السابقة بشكل مباشر. هذه نبذة أولية عن طرق عرض الحركة، وإن شاء الله رح ناخذ تطبيقات احترافية متقدمة إن شاء الله فيما بعد. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.